يسعد اوقاتكم زملاء، اهلا وسهلا فيكم بقناتنا على اليوتيوب بميكانيك كلاب شانل. اليوم راح نتابع بالسلسله المصغره من التحاليل السيفالومتريك والاناتومي الخاصه بالهيد اند نيك. راح نحكي اليوم عن اسسمنت، نحن نعتبره من الفيرتيكال اسسمنت، الفيرتيكال سكيلتال اسسمنت. فيرتيكال سكيلتال اسسمنت هذا بيساعدنا من شان نحن نشوف او نقيم الحاله، هل هي الاوبن بايت سكيليتال، واللي هذا الاوبن بايت او عفوا الديب بايت سكيليتال ديب بايت او سكيليتال اوبن بايت، بيعطينا مؤشر عام عن هل هذه الحاله بحاجه لجراحه تقويميه، بيعطينا مؤشر عن حالات اللي ممكن تتعالج بالاجهزه الوظيفيه، او ممكن علاج الاجهزه الوظيفيه راح يكون هو كونترا انديكيشن. نبدأ بالموضوع مباشرة زملاء، هو نسبة بين الـ lower anterior facial height و total anterior facial height. النقاط هي ثلاثة بسيطة جدا. من النقطة الأولى اللي بنستخدمها نحن هي النيزيون، نيزيون لاند مارك، وعندي أنا المينتون لاند مارك، وعندي أنا الـ ANS لاند مارك. هدول الثلاث نقاط هم الأساسيين بهذا التحليل إذا بنحددهم بوضوح شوي صغيرة. نحدد اللاند ماركس، اذا مثل ما شايفين هون عندي انا نيزيون لاند مارك، اي ان اس لاند مارك، وبي ان اس لاند مارك. هون وي درو لاين بتوين اي ان اس اند مينتون، عفوا بين النيزيون والمينتون وي درو لاين. هذا يعتبر التوتال انتريور فيسيال هايت، هذا يعتبر total anterior facial height. إذن we draw a line between nasion landmark and minton landmark. هون احنا بعدين من ال ANS landmark، من ال ANS landmark we draw a perpendicular on the previous line. So we draw a perpendicular from ANS to the previous line نيزيون مينتون. سو يعتبر هون المسافة من نقطة اتصال هذا الخط مع المينتون تعتبر اللور انتريور فيسيال هايت. سو هلا صار عندي انا تو هايتس، تو انتريور فيسيال هايتس، عندي انا التوتال فيسيال هايت اللي هو يعتبر من هون لهون، هذا كلياته total anterior facial height، ومن هون لهون يعتبر lower anterior facial height. هلا بحسبة بسيطة زملاء، لازم تكون عندي أنا النسبة، لازم تكون عندي النسبة بين lower anterior facial height على total anterior facial height لازم تكون تقريبا 55%. طبعا هون المثالي الايديال، في عندي انا ممكن يكون زياده درجه او مثلا 56 او 54، هاي نحن بنكون بالرينج اوف نورمال، يعني بيكون ضمن الرينج، لكن كايديال كايديال بتكون بال 55%. هلا في حال زياده، في حال زياده هاي النسبه معناتها انا عندي زياده في السكيليتال، في عندي انا سكيليتال زياده بال القسم البسط من هذا الكسر اللي هو lower anterior facial height. وفي حال تناقصت هي النسبه معناتها انا في عندي تناقص بال lower anterior facial height skeleton. So لما بيكون في عندي انا open bite بعمل هي النسبه، اذا كانت زياده يعني كانت مثلا 60 كانت 65، we can call it skeletal open bite. إذا كانت أقل مثلا إذا كانت 40 فرضا 35 بيكون عندي أنا skeletal deep bite. طبعا هون بهي الحالة أو هذا النسبة هي نحن بنستخدمها بكثير تحاليل، بنستخدمها مثل ما حكينا أنه أنا بدي أحدد الأوبن بايت هل هو skeletal أو dental، لأنه ممكن يكون عندي أنا normal النسبة، يعني ممكن أعمل هي النسبة تكون ضمن النورمال رينج، يعني تكون مثلا 54 55 56، لكن المريض في عنده اوبن بايت. سو الاوبن بايت اللي بيكون موجود هو بيكون دينتال، بتكون البروجنوزز تبعه اكثر، يعني اكثر احتماليه الثبات وكذا. طبعا نفس الشيء كمان لما بيكون انا في عندي مريض
growing patient يعني اللي عم بيكون بطور النمو، لما بتكون هي نسبة كتير كبيرة فبيكون مضاد استضباب لكتير من الفانكشنال ابلينسز. طبعا هذا التحليل الزملاء لا يعمل به لوحده، بيكون معه تحاليل أخرى مرافقة اللي هي مثل مثلا زاوية الفك السفلي فرضا، زاوية مستوى الإطباق، لكن هذا كتحليل سريع بيعطيني تصور مباشر عن مبادئ خطة العمل، بيعطيني تصور مباشر عن الحالة كيف راح تكون وكيف راح يكون البروجنوزز تبعها. هلا خلينا مثلا نطلع مثلا نشوف هذا المريض لنفترض. طبعا هون بما انه هي نسبة كسر فنسبة التكبير ما بتهمنا، لسبب انه عم تتكبر مع بعض وعم بيعطيني انا عم بعمل كسر، يعني عم بعمل نسبة مئوية، وبالتالي ما بتفرق كيف ما كانت نسبة التكبير بالصورة لانه رح يتكبر وسمو. خلينا نحسب من هون، اذا عندي واحد، عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15. إذا عندي هون أنا 150 ميلي، يعني التوتال anterior facial height عندي هو يعادل 150، وعندي lower facial height إذا بنحسبه مثلا لهذا المريض عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 ونص 8 يعني 85 ميلي. فينا نعمل نحن مثلا حسبة سريعة على الآلة الحاسبة، بتكون عندي أنا 85 تقسيم 150 أعطاني أنا ال 0.56 بال 0.56%. طيب إذا بنضربها نحن رح تعطيني النسبة المئوية هو 56 56. فهلا هون في حال صار عندي انا مثل ما حكينا، في حال كانت عندي انا الاوبن بايت صايره هي ضمن الرينج الطبيعي، ضمن الرينج الطبيعي لانه هي لازم تكون النسبه 55%، طالعه هون عندي انا 56%، وبالتالي ضمن الرينج الطبيعي لهذا المريض، ضمن الرينج الطبيعي. خلينا نشوف مريض ثاني مثلا، خلينا نشوف مريض ثاني عنده يبدو لي انه مثلا ديب بايت مثلا هذا. كمان نفس الشيء بنحدد النقطة ANS نيزيون لاند مارك والـ ANS وعندي أنا المينتون، نرسم خط بيناتهم، نرسم خط بين النيزيون، here the line, we draw a line between the nasion and minton. We draw the perpendicular from the ANS to this line and calculate the measurements. Okay. واحد اثنين ثلاثة أربعة ونص، أربعة ونص يعني 45 ميلي. عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 90، يعني عندي أنا هون 45 على 90. طيب خلينا نشوف النسبة كيف طلعت. 54 تقسيم 90 ضرب 100 رح تطلع معي النسبة، وبالتالي عندي أنا هون 50%. 50% يا زملاء أقل من النسبة الطبيعية بخمس درجات، بخمس درجات يعني كنسبة، كنسبة كسر يعني. وبالتالي هون بنشوف نحن انه وعنده المريض دي بايت، شوفوا كيف عنده المريض دي بايت يعتبر، وبالتالي عندي انا المريض عندي دي بايت نسبيا سكيليتال نتيجه عندي روتيشن، نتيجه روتيشن. انا اذا برسم هون مثلا اذا بدي احسب الروتيشن، اذا بنشوف بمحاضره سابقه كيف حسبنا الروتيشن، اذا بدي احسب انا هون الروتيشن ها مثلا هذا مريض في طور النمو، بدي اشوف انا هذا الديب بايت هل يتم تصحيحه بالعلاج الوظيفي فرضا، رح اشوف انا الروتيشن رح نحسبه كزاويه فيسيال اكسس بهذا الشكل.
طيب هذا عند المريض، خلينا نشوف الزاوية الطبيعية كيف لازم تكون. خلينا نشوف هون مثلا عند هذا المريض بإجراء سريع، أو شوف مثلا كيف لازم يكون عنده دوران للسر، يعني هو عنده counter clockwise rotation. هذا المريض counter clockwise rotation ما عندي أنا مع نسبة 50% بين ال lower anterior facial height و total anterior facial height. يعني عندي أنا lower anterior facial height على total anterior facial height عندي هي 50%، زائد عندي أنا counter clockwise rotation، وبالتالي هذا المريض وعندي هو المريض في طور النمو، وبالتالي انا قادر اني اعمل الروتيشن للفك السفلي. طبعا اذا بننتبه هون على زاويه مستوى او زاويه الفك السفلي او الماندبلر بلين انجل مع المستويات المرجعيه، بتشوفوا انه هي مانا ستيب، نشوف انا مانا ستيب هي تقريبا فلات، مانا ستيب ابدا. وبالتالي مثلا مثل هذا المريض البروجنوزز عندي انا اذا بدي اعالج وعلاج وظيفي مثلا واعمل روتيشن للمانديبل، فهون مثل هذا المريض فرضا البروجنوزز عنده كثير كويس. طبعا بالاضافه لتحاليل ثانيه لازم نحن نعملها، ما بنكتفي بهذا التحليل، لكن كنظره اولى كتحليلين اساسيين بسيطين من ناحيه الروتيشن ومن ناحيه الانتيرور فيسيال هايت على اللور اند على التوتال الانتيرور فيسيال هايت، بيعطيني كبروجنوزز انه العلاج الوظيفي للفك السفلي قابل، وخاصة المريض في طور النمو مثلا. هذا التحليل هذا هيك بيتم إجراءه. إن شاء الله يكون استفدنا من محاضرة اليوم. نلتقي بمحاضرات قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.